صباح النور، مرحبا بكم معنا في السبور نيوز. البداية بالرابطة المحترفة الأولى، والبارحة تلعبت الدفعة الثانية على حساب الجولة 14. النادي رادي صفاقسي فاز على اتحاد المنستيري 1-0. هدف المباراة الوحيد سجله كينغ سلاي إيدو في الدقيقة 79. نسمع شنو قال مدرب الاتحاد الرياضي المنستيري لسعد جرد الشيبي بعد الهزيمة الثانية على التوالي لفريق عاصمة الرباط. لكن أمام يكون اللاعب راهو إنسان يغلط ونجم يعاود مرة أخرى غلطة، أما تروازيم فوا ما يلزمناش نعاودوها. لا لا، عندنا مشكلة احنا في تونس، في بالهم وقت الجمعية تبدا كلاسي دوزيام، كل ماتش لازم تلعب القدام والدومين الماتش، ماناش وحدنا في التيران. فما ادفيرساري يلعب في بلاد اسمه سي اس اس، سي اس اس ان جران كلوب راهو. كي تجي المستير انا وقت لعبنا في الالي في المستير ضغطنا احنا، ما خليناهمش يطلعوا. هذيك الكورة، الكورة لازم نعرفوا الناس كلنا رانا ماناش وحدنا، فما ادفيرسار فوق التيران يلعب في بلاده ويحب يربح. فتحي جبال مدرب السي اس اس تحدث بدوره على المباراة. بدون شك هو من اللاعبين الحقيقة كلهم منضبطين، ومعنا مش أول مباراة، معنا في أغلب المباريات الحقيقة معنا منضبطين، وهذا اللي ما خلاهم ياخذوا نتائج جيدة. والله احنا في معنا في كل ماتش مع كل منافسين، معناها كل اللاعبين ديما معناها يهبطوا على الأقل عندهم فكرة إضافي عليه، ومعناها تعرف معناها الأهمية تاع ثلاث نقاط هذم خلتنا أكثر تركيز وأكثر إصرار باش ناخذوا نتائج. نواصلوا مع النتائج. الملعب التونسي تمكن من خطف النقاط الثلاث قدام النادي الإفريقي في اللحظات الأخيرة من المباراة عن طريق هيكل الشيخاوي في دقيقة 93. مستقبل سليمان فاز على شبيبة القيروان 2-0. أهداف المباراة سجلهم كل من رشيد العرفاوي ومحمد عطية. اتحاد بن قردان تعادل مع نجم المتلوي 2-2، وترجي الرياضي التونسي تعادل مع اتحاد تطاوين 1-1. أذكر بنتائج الدفعة الأولى اللي تلعبت نهار السبت اللي طوال، تعادت مع هلال الشاب 0-0، ونادي حامم الأنف اللي فاز عن نادي البنزرتي 2-1. الترتيب بعد نهاية الجولة الأولى من مرحلة الإياب، الترجي المرتبة الأولى 39 نقطة، المرتبة الثانية الاتحاد الرياضي المنستيري مع نادي صفاقسي 28 نقطة، المرتبة الرابعة الملعب التونسي 27 نقطة، المرتبة الخامسة النادي الإفريقي 23 نقطة، المرتبة السادسة النجم الرياضي الساحلي 20 نقطة، المرتبة السابعة اتحاد بن قردان 19 نقطة، المرتبة الثامنة مستقبل سليمان 17 نقطة، المرتبة التاسعة هلال الشاب 15 نقطة، المرتبة العاشرة الهمهمة مع جي اس كا برصيد 12 نقطة، المرتبة 12 سي بي 11 نقطة، والمرتبة 13 يتقسمها كل من نجم المتلوي واتحاد تطاوين برصيد 10 نقاط. في اخبار السي اس اس، الهيئة المديرة توصلت لاتفاق مبدئي مع اللاعب النادي رادي بنزرتي لحبيب يكن للانضمام لفريق عاصمة فريق عاصمة الجنوب مع الميركاتو الصيفي. في اخبار الاتحاد الرياضي بن قردان، والهيئه المديره قررت البارحه الاستغناء عن قدمات الاطار الفني واللي تراس المدرب طارق ثابت اثر نهايه مباراه اللي جمعت فريقه بالنجم الرياضي بالمتلوي والوفيات على نتيجه التعادل 2-2 في اطار الجوله الافتتاحيه لمرحله الاياب من بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. في الرابطة الثانية ونعطيو نتائج مباريات الدفعة الثانية اللي تلعبت البارح لحساب الجولة 12. مستقبل الرياضي بالمرسى فاز على مستقبل الرجيش 3-2، مستقبل وادي الليلة تعادل مع جندوبة الرياضية 2-2، أما الحمام سوسة عاد بانتصار ثمين بعد انتصاره على نادي منزل بوزلفة 1-0. 7 أهداف كاملة في مباراة مستقبل القاسرين والملعب الصفاقسي، واليوفات بانتصار تروازيس 4-3. الملعب الجيبسي تعادل مع أمل جربة 0-0. جمعية جربة خسرت قدام قوافل القفصة 2-0. نهار السبت اللي دارت الدفعة الأولى لحسب نفس الجولة، مستقبل سبيخة فاز على مستقبل جيبس 1-0. ملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة تعادل مع أولمبيك سيدي بوزيد 1-1. النجم الراسي تعادل مع ترجي العكارة 0-0، والروية تعادلت مع هلال المساكن 1-1. ترتيب المجموعة الأولى في الرابطة الثانية، الأولمبي البيجي مع الرلوي في المركز الأول 23 نقطة، المرتبة الثالثة أولمبيك سيدي بوزيد 22 نقطة، المرتبة الرابعة مستقبل سبيخة 19 نقطة، المرتبة الخامسة مستقبل جيبس 18 نقطة، المرتبة السادسة ترجي جرجيس 17 نقطة، المرتبة السابعة من نصيب أولمبيك مدنين عنده 16 نقطة، المرتبة الثامنة سبورتينغ بن عروس مع النجم الراتسي 15 نقطة، المرتبة العاشرة هلال المساكن 14 نقطة، المرتبة 11 نادي منزل بوزلفة 10 نقاط، والمرتبة الأخيرة جمعية ريانة 3 نقاط. نعطيو ترتيب المجموعات الثانية، المرتبة الأولى قوافل القفصة 27 نقطة، المرتبة الثانية مستقبل الرجيش 23 نقطة، المرتبة الثالثة الملعب الجيبسي 20 نقطة، المرتبة الرابعة جندوبة الرياضية 17 نقطة، المرتبة الخامسة منزل بوزلفة وجمعية جربة 16 نقطة، المرتبة السابعة مستقبل وادي الليل 15 نقطة، المرتبة الثامنة أمل جربة
وأمل حمام سوسة 14 نقطة، المرتبة 10 مستقبل مرسى 12 نقطة، المرتبة 11 الملعب الصفاقسي 10 نقاط، المرتبة 12 مستقبل قاسرين 8 نقاط. ونذكر لي في هذه كان ترتيب المجموعة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية. في الرابطة الثالثة نحكيه على الجولة الثانية من مرحلة المستوى من بطولة مستوى أول. الدفعة الأولى تلعبت نهار السبت نادي جبنيانة اللي تعادل مع كوكب منزل نور 1-1. سبورتينغ المكنين فازت على الملعب المكنسي 1-0. الدفعة الثانية تلعبت البارح اتحاد قصور السيف خسرت قدام كرم المهدية 2-1. النادي البنبلي فاز على محيط قرقنة 1-0. اتحاد المطوية فازت على نسرة بولبة 2-1. زيتون تشماخ انتصرت بنفس النتيجة على نجم فريانة. مستقبل ليلة فاز على هلال رديف 1-0. والقلعة الرياضية انتصرت على واحد قبلي 1-0. الترتيب المرتبة الأولى القلعة الرياضية 38 نقطة، المرتبة الثانية كوكب منزلور مع اتحاد المطوية وزيتون تشماخ برصيد 30 نقطة، المرتبة الخامسة نسرة بولبة 28 نقطة، المرتبة السادسة واحد قبلي نادي البنبلي اتحاد قصور السيف 24 نقطة، المرتبة التاسعة مستقبل ليلة 22 نقطة، المرتبة الثامنة سبورتينغ المكنين للرديف 20 نقطة، المرتبة 12 نجم فريانة ومحيط قرقنة 18 نقطة، والمرتبة 14 نادي جبنيانة 17 نقطة، المرتبة 15 مكارم المهدية 16 نقطة، والمرتبة 16 الملعب المكنسي في رصيده 10 نقاط. قاريا والاتحاد الافريقي لكرة القدم قرر تعيين طاقم تحكيم جنوب افريقي بقيادة فيكتور غوميز لإدارة مباراة السوبر بين الترجي الرياضي التونسي والزمالك المصري نهار 14 فيفري 2020 في العاصمة القطرية الدوحة. في كرة السلة ديريك بورمان الألماني هو الأقرب لتدريب المنتخب الوطني التونسي حسب تصريح رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة. بورمان هو لاعب كرة قدم سابق وسبق له أن درب بالخصوص منتخبات ألمانيا 94 و2003 2011 وإيران 2017 وبولونيا 2013. في أخبار محترفين بالخارج نحكيه على الدوري المصري الإسماعيلي، فريق فخر الدين بن يوسف خسر قدام الزمالك فريق الفرجاني 2-1. مباريات اليوم او البارح في اوروبا نحكيو على البريمير ليج، بورنموث اللي خسرت من شيفيلد يونايتد 2-1. في البطوله الاسبانيه لحساب الجوله 23 اسبانيول برشلونه فازت على ريال مايوركا 1-0. ريال سوسيداد فازت 2-1 على اتلتيكو بيلباو. اوساسونا خسرت من ريال مدريد 4-1. سيلتا فيغو فازت 2-1 قدام اشبيليا. وبرشلونه فازت على ريال بيتيس 3-2. في البطولة الإيطالية سبال اللي خسرت من ساسولو 2-1. بريتشيا تعادلت 1-1 مع أودينيزي. نابولي خسرت 3-2 من ليتشي. جنوا فازت 1-0 على كالياري. بارما خسرت من لاتسيو روما 1-0. وفي مباراة القمة الإنتر يقلب الطاولة 4-2 على الميلان بعد ما كان خسر 2-0. في البطولة الألمانية تلعبت مباراة وحيدة البارح بين لايبزيغ وبايرن ميونخ وفات على نتيجة التعادل السلبي. في البطولة الفرنسية مونبيليه فاز على فريق وهبي الخزري سان تيتيان 1-0. والبي اس جي اللي ربحت 4-2 قدام اولمبيك ليوني. كانت هذه ولا نشرتنا الرياضية لليوم، الموعد القادم يجدد الـ11. كان معكم اسامة التونسي في سبور نيوز، خليكم مع ايكيب اسمو مزيان.